بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد، عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. يشرفني أن أبدأ معكم اليوم المحاضرة الأولى في مقرر المحاسبة في المؤسسات المالية الإسلامية حسب 425 والمقررة على طلاب المستوى الثامن قسم المحاسبة، فأهلا بكم. معكم أخوكم نبيل ياسين أحمد الطويل، أستاذ مشارك بقسم المحاسبة في كلية الشريعة في جامعة الإمام محمد ابن سعود الإسلامية، فأهلا بكم. المحاسبة في المؤسسات المالية الإسلامية ضمن أهداف هذا المقرر هو معرفة الإطار الفكري للمحاسبة المالية في المؤسسات المالية الإسلامية. ما هي المحاسبة المؤسسات المالية؟ ما هي أهداف المؤسسات المالية؟ ما هي أنواعها؟ أيضاً ضمن أهداف المقرر معرفة العمل المؤسسي المهني المؤثر على المحاسبة على عمليات المؤسسات المالية الإسلامية. أيضاً معرفة الخصائص المميزة للمجموعة المستندية في المؤسسات المالية وطبيعة الحسابات المصرفية. طبعاً معروف أن البنوك بتتعامل بالمستندات وأن هذه المستندات يجب أن يكون لها خصائص معينة مثل الدقة والأمانة والوضوح والتوقيت المناسب وهكذا. أيضاً معرفة المحاسبة عن العمليات المصرفية الأساسية، وكلنا يتعامل مع البنوك ونعرف أن هناك بعض العمليات المصرفية الأساسية التي يذاولها كل البنوك سواء كانت مؤسسات إسلامية أو مؤسسات تقليدية، من عمليات تلقي الودائع، من عمليات بيع وشراء الأوراق المالية، عمليات خطابات الضمان وهكذا. أيضاً ضمن أهداف المقرر معرفة الطالب بمعايير المحاسبة عن صيغ الاستثمار في المؤسسات المالية الإسلامية. معروف أن هناك بعض الصيغ أو بعض الاستثمارات في المؤسسات المالية الإسلامية أو صيغ الإسلامية نفسها زي المشاركة والمرابحة والمضاربة وهكذا. الصوت ضعيف شوية، حمدا لله على سلامتكم، وأهلا بكم الإخوة الكرام خريجي، وأهلا بكم الإخوة الكرام خريجي قسم المحاسبة هذا الفصل بإذن الرحمن. أنا لسه بادئ في المقدمة يا شباب، ما فيش أي شيء، لسه ما اشتغلناش تمرينات وتطبيقات، فإحنا لسه بنقوله أهلا بكم ونرحب بكم. الصوت ضعيف يا شباب، يبقى احتمال يكون من عندكم أو من عند من يعني إيه، من يرى أن الصوت ضعيف. هذا أعتقد ذلك يعني. أعتقد. فأنا اللي اتكلمت إن هو المقرر المحاسبة في المؤسسات المالية الإسلامية حسب 425، وإنه أهداف المقرر هي معرفة الإطار الفكري للمحاسبة المالية، معرفة العمل المؤسسي للمحاسبة على العمليات في المؤسسات المالية، الخصائص المميزة للمجموعة المستندية في المؤسسات المالية وطبيعة الحسابات المصرفية، أيضا العمليات الأساسية أو العمليات المصرفية الأساسية التي تمارسها البنوك أو الخدمات التي تؤديها البنوك عامة اللي هي العمليات الأساسية، معرفة معايير المحاسبة عن صيغ الاستثمار في المؤسسات المالية الإسلامية. نحن نعرف صيغ الاستثمار في المؤسسات المالية الإسلامية مثل المرابحة والمشاركة والمضاربة والمرابحة وبيع الاستسلام وبيع السلم والاستصناع وهكذا. أيضا كيف أو كيفية تعد أو كيفية إعداد القوائم المالية في المصارف الإسلامية وفقا للمعايير ذات الصلة، والمقصود بها هي المعايير ل الاستثمار الإسلامي. المقرر اسم المحاسبة في المؤسسات المالية الإسلامية حسب 425، الساعات المعتمدة له 3 ساعات
طبعا البرنامج محاسبة، أخوكم عضو هيئة التدريس نبيل ياسين، والمستوى طبعا الثامن. أما بالنسبة لموضوعات المقرر فهي طبيعة وأهداف المؤسسات المالية الإسلامية، على أساس إنه إحنا بنتكلم عن طبيعة المؤسسات المالية الإسلامية وأنواع المؤسسات المالية الإسلامية وأهداف هذه المؤسسات، طبعاً بعد كده عناصر وأهداف المؤسسات المالية، طبيعة وأهداف المؤسسات، أهداف الأول المؤسسات المالية الإسلامية، ثم الفصل الثاني طبعاً عناصر وأهداف النظام المحاسبي. طبعاً هنا فرق بين أهداف المؤسسات المالية وأهداف النظام المحاسبي. أهداف المؤسسات المالية الإسلامية طبعاً لها أهداف، إنها خدمة المجتمع الإسلامي، إنها تنمية المجتمع، إنها المساهمة في بناء نظام اقتصادي فعال، إنها وضع خلق أو إنشاء أو جعل وضع اقتصادي مستقر للدول الإسلامية. أما عناصر وأهداف النظام المحاسبي في المصارف فسوف نتحدث في هذا الفصل عن عناصر النظام ثم أهداف هذا النظام. من المعروف لكم ولنا أن عناصر النظام هي ثلاث عناصر: مدخلات ومخرجات وتشغيل. ومعروف أن مدخلات النظام المحاسبي هي المستندات، والمخرجات هي القوائم المالية، أما التشغيل فهو ما يقوم به المحاسب خلال الدورة المحاسبية. أما أهداف النظام المحاسبي، طبعا فيه أهداف داخلية، أهداف خارجية، أهداف للإدارة، أهداف للمتعاملين، أهداف لكل من هو مستخدم القوائم المالية. طبعا معروف أن النظام المحاسبي يقوم بوظيفة قياس وتوصيل المعلومات المحاسبية، فأهدافه هو خدمة من هم مستخدمي تلك المعلومات أو مستخدمي القوائم المحاسبية أو قوائم والتقارير أو مخرجات النظام المحاسبي. أيضا الفصل الثالث يا شباب وهو الآتي، الخصائص المميزة للمجموعة المستندية في المصارف. المصارف الإسلامية تقوم على المستندات، لما تيجي تفتح حساب، لما تسحب، لما تودع، تحول مبلغ، تعمل شهادة، تودع شيكات، تصرف شيكات، تعمل خطاب ضمان، وهكذا، كل ده قائم على وجود مستندات. فهنا ما هي الخصائص المميزة للمستندات في المصارف، مما تحتاجه من بعضه الدقة والوضوح والصدق والأمانة وهكذا. أيضا طبيعة الحسابات المصرفية ودورتها المحاسبية معروفة. الحسابات المصرفية هي الحسابات الموجودة في البنوك، والدورة المحاسبية هي عبارة عن عملية التشغيل المحاسبي لكل مستند بيدخل في الوضع المحاسبي أو في الدورة المحاسبية. لو قلنا مثلا الخزينة ودورتها المحاسبية، الأوراق المالية، بيع وشراء الأوراق المالية، خطابات الضمان، ما هي الدورة المستندية لكل نوع من هذه الخدمات التي يؤديها المصرف. الفصل الخامس هو العمليات المصرفية الأساسية. العمليات المصرفية الأساسية، وهنا يقصد بها العمليات التي تؤديها البنوك عامة، اللي هي العمليات المصرفية الأساسية، سواء كان مصرف إسلامي أو مصرف تقليدي، من قبول الودائع، من بيع وشراء الأوراق المالية، خطابات الضمان، اعتمادات مستندية، بيع العملات الأجنبية وهكذا. ثم الفصل السادس وهو صيغ الاستثمار في المؤسسات المالية الإسلامية. صيغ الاستثمار اللي هي كما تحدثنا عنها وأنتم تعرفونها ودرستموها في درستوها فين يا شباب؟ في عقود المعاوضات أو فقه المعاملات، اللي هي المرابحة والمشاركة والمضاربة و الاستصناع وبيع السلم وهكذا. ثم الفصل السابع وهو إعداد القوائم المالية في المؤسسات المالية الإسلامية. كيف نعد القوائم المالية؟ وما هي القوائم المالية في المؤسسات المالية الإسلامية؟ هل تختلف
القوائم المالية في المؤسسات المالية الإسلامية عن القوائم المالية في المؤسسات التقليدية طبعا، وما هي القوائم عامة؟ طبعا معروفة القوائم يا شباب، اللي هي عبارة عن قائمة الدخل، قائمة المركز المالي، قائمة التغير في حقوق الملكية، قائمة الصفقات النقدية وهكذا. لكن قد نجد أن هناك قوائم تضاف إليهم في البنوك الإسلامية أو في البنوك عامة. مراجع المقرر يا شباب، المرجع أنا أرسلت لكم اليوم مذكرة المقرر، وأرسلت لكم بعض المحاضرات. المقرر سواء قلنا في المحاضرات أو في المذكرة الله يسلمك يا احمد، شكرا. ارسلت لكم اليوم يا شباب المذكره، وارسلت لكم بعض المحاضرات الباوربوينت، اكيد وصلتكم صح؟ في حد فتح الكاميرا يا شباب ليه؟ الشباب حد فتح الكاميرا؟ لا الشباب حد فتح الكاميرا؟ شباب أنا في مشكلة في الاتصال، في مشكلة في التواصل. يا شباب حد فتح الكاميرا يغلقها، الله يحفظكم. أنا مش عامل الكاميرا ليه كده؟ شباب
ايوه يا شباب، ايوه يا شباب، انا الكاميرا مش مفعلها، لكن يبدو انها اختفت. صح، اختفت، اختفت الكاميرا، الحمد لله. تمام، انا ما اعرف ازاي اشتغلت، يبدو انه في، ما اعرفش النظام، الله المستعان. طيب بالنسبه يا شباب للجزء اللي خاص بمراجع المقرر، مراجع المقرر طبعا المرجع، انا ارسلت لكم المذكره التي تم اعدادها وهي تخص المقرر طبعا، واحنا ندرس منها باذن الرحمن. من اراد الاستزاده او مصدر هذه المذكره او هذا المرجع اللي معاكم او المقرر اللي معاكم هم هذه المراجع: دكتور خالد امين عبد الله، دكتور حسين سعيد سعفان، العمليات المصرفيه الاسلاميه، الطرق المحاسبيه الحديثه، دكتور حسين محمود سمحان، دكتور مرسي موسى عمر مبارك، في ضوء المعايير الصادره من هيئه المحاسبه والمراجعه والضوابط للمؤسسات الماليه الاسلاميه، دكتور حسين شحاته، محاسبه الاستثمارات في الاسهم والصكوك، دكتور صفا محمود السيد، المحاسبه في المنشات الماليه، دكتور عبد الحليم غربي، سياسات توزيع الارباح في البنوك الاسلاميه. كل ده يا شباب عباره عن مراجع لمن أراد أن يستزيد من هذا المقرر أو يزيد في المراجع أو في الحاجات اللي احنا بندرسها مع بعض بإذن الرحمن. توزيع المقرر يا شباب هكذا هو طبيعة وأهداف المؤسسات. ممكن تاخد طبعا، انتم شايفين هنا الحسبة 4 و2 6 و2 8 و2 12 و8 و16 20 24، يعني هنا النص بالظبط، يعني هنا عدد المحاضرات، ده عدد المحاضرات المسجله يا شباب، يعني دي عدد المحاضرات المسجله الباوربوينت ولكن ليست المسانده. طبعا معروف يا شباب ان المسانده، المقصود بالمسانده هو ان احنا بنتدارس مع بعض ايه المشاكل الموجوده في المقرر وبناخذ بعض التطبيقات على المقرر، ولكن لا يستطيع المساند او المسانده ان تؤدي دور الشرح. تمام؟ طبعا بالنسبة لطبيعة المؤسسات المالية الإسلامية، طبعا كما تعلمون أن المؤسسات المالية الإسلامية ثلاث أقسام: مصارف، شركات مالية، صندوق استثمار إسلامي. المصارف طبعا معروفة أن هي بتطبق قاعدتي الخراج بالضمان والغرم بالغرم. الشركات المالية الإسلامية تمارس أعمالها استثمارية وفق نظم الشركات الشرعية ولا تتبع الأساليب المصرفية في صندوق الاستثمار الإسلامي، ده يلتزم فيه المدير بضوابط شرعيه تتعلق بالاصول والخصوم والعمليات، طبعا تحريم الفائده فيه شيء اساسي. شركات التامين التعاوني الاسلامي او التكافلي الاسلامي، ودي موجوده يا شباب لكن قد تكون قليله شويه، اللي هو بيكون في تعاون ما بين المجموعه المشتركين في هذه الشركه انهم بيدفعوا الضرر عن اي احد منهم يتعرض لضرر، اللي هو الضرر المؤمن منه. طبعا دي لها نظام معين في دفع الاقساط وفي الارباح وهكذا. اما النماذج المختاره لاهم المؤسسات الماليه والاقتصاديه الاسلاميه العربيه كثيره جدا، فيها البنك الاسلامي للتنميه، في محفظه البنوك الاسلاميه للاستثمار والتنميه، صندوق البنك الاسلامي للتنميه لحصص الاستثمار، المؤسسه الماليه لتامين الاستثمار وائتمان الصادرات، المؤسسة الإسلامية لتنمية القطاع الخاص، صندوق البنك الإسلامي للتنمية للبنية الأساسية، صندوق البنك الإسلامي للتنمية للبنية الأساسية، الهيئة العامة للوقف، شبكة معلومات الدول الأعضاء في منظمة المؤتمر الإسلامي. طبعا المصارف الإسلامية أو المصرف الإسلامي هو عبارة عن مؤسسة للوساطة المالية التي لا تعمل بالفائدة، يبقى ممكن نقوله التي تعمل وفقا للشريعة الإسلامية أو التي لا تعمل بالفائدة، تمام، على أساس أنها بتمشي على الشريعة الإسلامية. لا يجوز لأي بنك إسلامي، لا يجوز لأي بنك إسلامي أن يعمل بالفائدة أخذا أو عطاء، ولا يجوز أن تقوم البنوك الإسلامية بأي عمل يخالف أحكام الشريعة الإسلامية، ويجب أن تمارس البنوك الإسلامية نشاطها اعتمادا على الصيغ الشرعية المعروفة مثل المضاربة، المشاركة، الإجارة، السلم، الاستصناع، البيوع الآجلة، المرابحة وغير ذلك من العقود المستحدثة التي لا تخالف أحكام الشريعة الإسلامية.
أما القواعد الحاكمة لعمل البنوك الإسلامية أو القاعدة اللي هي الاستخلاف، أي أن المستخلف من الله سبحانه وتعالى في المال وفي الأرض أصلا، أن الفرد مستخلف من قبل الله سبحانه وتعالى في الأرض، فالمال مال الله مما يستوجب استخدام كافة الثروات طبقا لأحكام الشريعة. أيضا القاعدة الثانية، لا ضرر ولا ضرار، أي مراعاة الحقوق والواجبات وتجنب إلحاق الأذى والضرر بالآخرين أو بأموالهم. يعني أنت هتحقق مكسب ما فيش مشكلة، بس لا تضر بي أو لا تضر بالغير. الغنم بالغرم، أي لا يضمن الفرد نفسه العائد ويلقي الخسارة على عاتق غيره، يعني على قدر ما تتحمل من غنم، من غرم لك غنم، أي لك إيراد أو أرباح. الأمور بمقاصدها، أي أن كل قول أو عمل إنما هو بالقصد، فالعقود إذا قصد من إبرامها قصدا مشروعا كان العقد صحيحا، أما إذا كان القصد من إبرامها غير مشروع كان العقد باطلا. العادة محكمة أو محكمة، ده عندما يتم خلاف يرجع للعادة، والعادة دي هي ما ضمن من مصادر التشريع، أي يتم اللجوء إلى العرف حالة انعدام وجود مصدر في الشريعة الإسلامية، ويشترط في أن ألا يخالف العرف الشرع أو الآداب العام. الخراج بالضمان، أي استحقاق صاحب المال الربح مقابل استخدام الأموال في المضاربة، واستحقاق المضاربة بالربح مقابل العمل. من القواعد الأساسية والتي تميز بها البنوك الإسلامية هو عدم التعامل بالفائدة. طبعا قلناها دي قبل كده، إنه لا ينفع لا أخذا ولا عطاء، ولا فائدة بسيطة ولا فائدة مركبة ولا فائدة ضمنية ولا أي حاجة. ايوه عندنا صوت يا شباب، احنا الحمد لله استقر النظام يا شباب. اليوم كان فيه اصلاحات في النظام، معذرتي. الالتزام بقواعد الشريعه الاسلاميه، كل الانشطه التي تمارسها البنوك الاسلاميه لابد ان تلتزم بالشريعه الاسلاميه. الاخذ بمبدا المشاركه في الربح، المقصود بالاخذ بمبدا المشاركه في الربح انه يعني بيفرق عن البنوك الثانية يا شباب، اللي هو بتلاقي المرابحة المشاركة المضاربة، بتلاقي فيه الربح بيكون واضح، نسبة هنا ونسبة هنا، نسبة المشارك بالربع ونسبة المشارك بالثلاث أرباع واضح. لكن بالنسبة للبنوك التجارية أو التقليدية، أنت بتودع المبلغ وبتاخد عائد، مفيش حاجة اسمها مشاركة في الربح. يبقى المشاركة في الربح والخسارة دي تعتبر من الحاجات اللي بيتفرد بها أو تتفرد بها المصارف الإسلامية. حسن اختيار القائمين على إدارة الأموال، ده أصلاً ده شيء أساسي في البنوك عامة وفي البنوك الإسلامية خاصة. من المعتاد يا شباب إن المقرر ده فيه جزء مصطلح، فإحنا لازم بنيجي في الاختبار النهائي وبنجيب سؤالين ثلاثة، سؤال أو اثنين أو ثلاثة، بيكونوا إما تختار المصطلح او تكتب المصطلح وهكذا. واذا كان الاختبار طبعا على بلاك بورد ممكن يتاح لي التكمله وكل شيء. فهنا اسلامك فاينانشال انستتيوشن، يعني المصارف المؤسسات الماليه الاسلاميه، اسلامك فاينانشال انستتيوشن، ذا نيتشر اند كاركترستيك بانكينج اندستري، اللي هي طبيعه الصناعه المصرفيه وخصائصها. طبعا محاضرة بسيطة جدا ما فيهاش أي حاجة يا شباب. البنوك الإسلامية كمؤسسة اقتصادية تتعامل مثل غيرها من البنوك التجارية، العبارة صحيحة ولا العبارة خطأ؟ يعني نقول كم سؤال كده نخلي الناس تتنشط شوية معانا. طبعا خطأ خطأ، ممكن واحد يقول صح برضو. او اتش يعني ايه؟ يعني لا خطأ. ماشي. أي من الآتي يعتبر ضمن القواعد الفقهية للبنوك الإسلامية؟ ألف ولا ب ولا جيم ولا دال؟ طبعا واضحة، حياة بسيطة. وخلي بالكم يا شباب في الاختبار بتلاقي برضو بتلاقي سؤال كده ولا اثنين زي كده، بتلاقيهم يعني ايه محطوطين للعملية برضو، ايه اللي احنا يبدأ الاختبار بحاجات حلوة. يعني يحق للمصرف الإسلامي أن يمارس، سؤال من عندي أنا، يحق للمصرف الإسلامي أن يمارس
أي نشاط وساطة مالية بشرط يحق للمصرف الإسلامي أن يمارس أي نشاط وساطة مالية بشرط. ألف وجود سيولة مالية، ب عدم تحقيق خسارة، جيم تحقيق ربح، دال عدم مخالفته للشريعة. إذن الإجابة واضحة، الإجابة طبعا دال. ماشي يا شباب، ماشي. أحد، شكرا شكرا لكم يا شباب. أحد العلامات المميزة لنشاط البنوك الإسلامية ألف ب جيم، طبعا جيم واضحة يا شباب أهي جيم. تمام ماشي. ده الشاشة شغالة والله، أو الكاميرا شغالة، سبحان الله الذي لا ينام. ليه؟ شكرا يا زهراء على هذه الملحوظة. ليه؟ ليه مصعبها؟ شفت أنت أسئلة صعبة؟ اللي بيخلي الطلاب، اللي يخلي الطلاب بيشتكوا، الطلاب لا يحضروا لا يتابعوا، تمام، يعتمدوا على الآخرين، تمام، عدم المذاكرة، كثير، لا أسباب كثيرة جدا والله. تمام، أتحدى أي واحد يحضر المحاضرات أو يسمعها. المحاضرة مسجلة يا شباب، خلي بالكم، في المحاضرة مسجلة، تمام، المحاضرة مسجلة يا شباب. أتحدى منكم أي حد يحضر المحاضرة. نعم، تصلح الخلل، بس ما أعرفش أنا عندي انك، لا تقصد ايه، ممكن ترسلنا رابط التسجيل، لان العماده ما نزلت شيء في تدارس. تسجيل ايه؟ تسجيل الماده، مش من العماده، لا نملك شيء احنا في هذا. الله يحفظكم، الله يبارك فيكم. لا، هو ما تدخل عن تدارس، تدخل عن تدارس تلاقي المقرر، تلاقي الماده، تلاقي المحاضره، تدخل تدارس. ماشي، في خلل في الموقع النهارده بس بيصلحوا فيه، انا تواصلت معاهم اليوم. معقوله؟ والله اليوم انا كلمتهم لانه كنت اشتغلت محاضره زكاه وفصل معايا النظام وبعدين رجع تاني، فقالوا انه جاري اصلاح الخلل. واحد قال منال بتقول لكم الاسبوع القادم بتنزل. النظام واحد يا شباب بيسجل، والمفروض تدخل على تدارس، المفروض المحاضره تضغط على المحاضره تسمع، بيصلحوه نهايه الاسبوع القادم، تقصد المنتهي. لا ما ايوه ماشي، الترم الفصل السابق يا شباب كان صح الكلام، الترم السابق ماشي، لكن الترم ده لا، ما فيش الامكانيه دي، لا ما لا توجد عندنا احنا يا شباب. الان احنا شغالين عن طريق تدارس، ندخل تدارس بيوصلنا على بلاك بورد. الفصل السابق كنا بندخل على بلاك بورد ونسجل، فكان الرابط يتاح. حاليا الرابط لا، انا حاليا احنا بنشتغل والمحاضرة بتتسجل، احنا بنشتغل والمحاضرة بتتسجل اصلا. ماشي،
ما هو الدكتور احمد بعت لكم الرابط لانه كان شغال على بلاك بورد، لكن ده حاليا ما ينفع، لا يصلح انه يرسل لكم الرابط. تمام؟ لانه لازم التسجيل دلوقتي هيتم عن طريق تدارس فقط. فنتمنى لكم التوفيق ان شاء الله، ونتواصل مع الاداره تتيح لكم المحاضرات المسجله باذن الرحمن. ماشي يا شباب؟ هناخد هنبدا المحاضره الثانيه اللي هي البنوك الاسلاميه والبنوك التجاريه. لا 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 ما ينفع، ما لا ما نستطيع احنا، ما هو دي مش عندنا يا شباب، يعني هي غير موجودة عندنا. هو خليجي؟ خليجي يعني؟ بس كلمني بعد، انا شغال بعد 10. فيش من غير واحد صاحبي. لا 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 معاكم يا شباب. انا مفهوم المصرف منشأ غرضها الرئيس تجميع المدخرات والقيام بمنح القروض بالاضافه الى بعض الاعمال الاخرى المرتبطه بهذه الاغراض. تعريف ثاني يا شباب بيقول منشأة ماليه تتاجر بالنقود ولها غرض رئيسي وهو العمل كوسيط بين رؤوس الاموال التي تسعى للبحث عن مجال الاستثمار وبين مجالات الاستثمار التي تسعى للبحث عن رؤوس اموال. يعني هو وسيط بيوفق ما بين الناس اللي معاها فلوس والناس اللي هي ايه؟ لديها انشطه ولديها مجالات استثمار تحتاج هذه الفلوس. ده عباره عن وسيط مالي او تاجر يتاجر بالنقود او كوسيط بين رؤوس الاموال للناس اللي معاها فلوس والناس اللي محتاجه هذه الفلوس. بيقول هذا التعريفان يعتبران تعريف كامل حيث ان هناك بنوك لا تقبل ومدارع وما ذاك يعتبر بنوكا اخرى لا تقبل وهكذا. يعني في اكثر من تعريف. اما اذا بصينا على انواع المصارف، نعم شكرا لك نجلاء بارك الله فيك. انواع المصارف: بنوك تجاريه او مصارف تجاريه، مصارف غير تجاريه، مصارف اسلاميه. المصارف الاسلاميه حضرات اللي هي لا اللي هي تعمل في ظل الشريعه الاسلاميه وتتعامل بالفائده اخذا او اعطاء او اي نشاط لها. اللي هي ايه؟ اللي هي بتاعت الغنم بالغرم في 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 الشريحه الاولى او في المحاضره الاولى الموجوده عندكم، اسالتها لكم في بدايه المحاضره. نعم. البنوك التجاريه احنا عارفين حضرات البنوك التجاريه اللي هي البنوك اللي هي بتعطي القروض وبتاخذ العوائد والفوائد وهكذا. البنوك غير التجاريه في بنوك ادخار، بنوك استثمار، بنوك متخصصه زي البنوك الزراعيه والعقاريه والصناعيه وهكذا. أما بالنسبة لوظائف البنوك، فوظائف البنوك كما ترونها أمامكم: إدارة النقدية، بيع وشراء وتحصيل الأوراق التجارية، إدارة عمليات الاكتتاب، إدارة بيع وشراء وتحصيل، إدارة عمليات الاكتتاب. والاكتتاب ده يا شباب اللي هو الخاص بالأسهم والسندات، بتلاقي في أي شركة جديدة بتكون جديد بتلاقي الأسهم ايوه كده شكرا ماشي تمام كده صح. لا 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 صح كده، اشكرك اشكركم يا بنات، في ناس مركزه معانا والله. المحاضره الثانيه يا شباب ماشي، تعريف البنوك، انواع المصارف، وظائف
المصارف أو وظائف البنوك، إدارة النقدية، بيع وشراء وتحصيل أوراق التجارية. طبعا إدارة النقدية معروفة اللي هي الودائع النقدية، سواء قبول ودائع أو إعطاء ودائع، والقروض الحسنة والقروض وهكذا. إدارة النقدية سواء كنا في مضاربة، في مرابحة، في مشاركة، كلها. بيع وشراء وتحصيل أوراق التجارية، المقصود بالأوراق التجارية شباب كما تعلمون الأوراق التجارية هي الأوراق التجارية هي يا شباب؟ الأوراق التجارية هي الشيك، كويس، كمبيالات، أيوه ها الشيك، ها كمبيالات، ها في حاجة تانية غيرهم؟ ها حد يضيف حاجة تانية يا شباب؟ المستندات، أيوه السند لأمر، أيوه مستندات، أسهم، تمام، ها أوراق القبض والدفع، تمام، أسهم، ها تمام. طيب الكلام ده كويس. طيب لو انا سالتكم عن الاوراق الماليه، طيب ايه الاوراق التجاريه؟ انتوا قلتوا حاضر اشرح لكم، اشرحها لكم حاضر. الاوراق الماليه هي ايه؟ الاوراق الماليه الاسهم والسندات، تمام، كويس، ها ايه تاني؟ اسهم والسندات، سهم وسند، ماشي، ايه تاني؟ صكوك، كويس، ها ايه تاني؟ ها الاعتمادات المستندية، تمام. شكرا لكم يا شباب. الأوراق التجارية هي عبارة عن الكميالات والسند الإذني، أما الأوراق المالية فهي الأسهم والسندات. أحد زمايلكم سأل عن السند الإذني أو الكميال. التجار يا شباب لما بيتعاملوا مع بعض بيتعاملوا بحاجة اسمها الكميال. إيه الكميالة؟ الكمبيالة بيبقى مكتوب فيها استلمت أنا السيد فلان الفلاني مبلغ كذا كذا، مبلغ رقم مثلا 20,000 ريال من السيد فلان، يعني لما قلنا استلم ألف من به، والقيمة وصلتني بضاعة والسداد في خلال فترة، ويكتب التاريخ ويمضي المسحوب عليه والساحب وهكذا والمستفيد. فالكمبيالة هي عبارة عن مستند، ماشي، انا وقعت عليه لما اشتريت بضاعه، دي كمبياله، ولذلك اسمها ورقه دفع. الراجل اللي خد الكمبياله، الراجل اللي خد الكمبياله وسوف يقبض ثمنها بعد فتره اسمها بالنسبه له ورقه قبض، يبقى هي اسمها ورقه دفع في مكان وورقه قبض في مكان اخر. اللي هيدفع المبلغ بالنسبه له اسمها ورقه دفع، واللي هيقبض المبلغ اسمها ورقه قبض. ولذلك المبلغ اللي في الكمبياله عندما احرر كمبيالة على نفسي فانا حررت ورقة دفع، فبهذه تكون التزام علي فتبقى تبع الخصوم. وعندما انا اخذ ورقة قبض منك فتعتبر بالنسبة لي هذه اصل الاصول، لان المبلغ المدون فيها ملكي. لذلك تيجي حضراتكم تلاقوا اوراق القبض تيجي تبع الاصول، واوراق الدفع تيجي جنب تيجي مكانه الخصوم، الاوراق على اساس ان اوراق على اساس انه اوراق القبض تعتبر ضمن اوراق القبض تعتبر ضمن الاصول، اي ما يمتلكه المشروع دي ملك للمشروع. اما اوراق القبض فتعتبر ضمن الاصول، لان المبالغ المدونه فيها ملك لصاحبها فتعتبر اصول. يبقى اوراق القبض اصول، واوراق الدفع خصوم، وهم الاثنين دول هم كمبياله، تمام. الكمبيال او السند الاذني، السند الاذني يا شباب زيها بالظبط زي الكمبياله بالظبط، بس بيه في جزء قانوني فرق بسيط يعني. فهو عباره عن برضه تعهد من المشتري للبائع بانه يدفع له مبلغ في خلال فتره معينه، والقانون يا حضرات بيحمي الاوراق التجاريه والتصرفات فيها ما بين التجار. فهنا بيع وشراء وتحصيل اوراق التجاريه ضمن الخدمات التي تؤديها البنوك، وسوف ياتي توضيح لها في هل البنوك الإسلامية بتمارس كل هذا ولا لا. إدارة عمليات الاكتتاب في الأسهم والسندات، ولذلك هنا جاء الاكتتاب في الأسهم والسندات، ما جاش الاكتتاب في الأوراق التجارية، لا، الاكتتاب في الأسهم والسندات، لأنه الاكتتاب بيتم إمتى؟ الاكتتاب بيتم لما بتكون شركة بتتكون جديد وعايزين الناس يشتري الأسهم، فبيقولوا الشراء بيتم عن طريق البنوك. تجميع الودائع دي مهمة، من ضمن مهمات البنوك يا شباب هي تجميع الودائع،
سواء كانت ودائع استثمارية، سواء كانت ودائع لفترة معينة وهكذا. الودائع طبعا البنك يوجه لاستثمار، يطلب صاحب الوديعة أن يستثمرها أو لا يستثمرها ومجال الاستثمار وهكذا. التحويلات المالية سواء تحويلات مالية داخل أو خارج البلد، ماشي، يعني التحويلات المالية داخل المملكة والتحويلات برضو خارج المملكة. طبعا لدرجة أنه في بعض البنوك يا شباب فتحة مقرات لمقرات تحويل أصلا. الاعتمادات المستندية والمقصود بها اللي هو سداد المبالغ المستحقة على المستوردين أو تحصيل المبالغ المستحقة للمصدرين. إدارة الاستثمارات المؤقتة، بعض البنوك حضرتك بتعمل حوافز استثمار، تمام، صندوق استثمار وبتديره لصالح أصحابه بتاخد أجر مقابل ذلك. إصدار خطابات الضمان، خطابات الضمان إن شاء الله هناخدها برضو، ده عبارة عن تعهد من البنك بأن يدفع مبلغ ما عندما يقصر اللي هو المسؤول أو المسجل اسمه أو المقاول، ده واضحة قوي في المقاولات. الإقراض، طبعا الإقراض موجودة حضرات في البنوك، لكن البنوك الإسلامية لا توافق على الإقراض إلا إذا كان وفقا لصيغة من صيغ الاستثمار الإسلامي. طبعا وسيط مالي معروف، البنك هو عبارة عن وسيط مالي في كل تعاملات. البنوك الإسلامية، هنا نشأة البنوك الإسلامية وأنواع البنوك الإسلامية وأسمائها والبلاد اللي نشأت فيها وهكذا. تعريفها، خصائصها، ماشي. خصائص إن الإنسان الذي قامت عليه، إن الأساس الذي قامت عليه المصالح الإسلامية هو عدم الفصل بين أمور الدين وأمور الدين في العبادات والمعاملات. الإنسان مقيد بما حدده المالك المطلق لهذا الكون وهو الله سبحانه وتعالى. طبعا ده حضرات أول حاجة في اللي هي الخصائص، الالتزام بأحكام الشريعة الإسلامية في كافة المعاملات المصرفية والاستثمارية. اثنين، عدم التعامل بالفائدة المصرفية أخذا عطاء بشكل مباشر مستتر باعتبارها من الربا المحرم. إساءة مبدأ المشاركة في الربح والخسارة والعدالة في التوزيع. وهنا حضرات المشاركة في الربح والخسارة يعتبر مبدأ، ماشي، تستفرد أو تنفرد به البنوك الإسلامية فقط. غاية المصارف الإسلامية مساهمة في المجالات التي تنمي وتطور البلد أو المملكة، تحقيق الربح المناسب لأصحاب الاستثمارات والمساهمين، مساهمة في تقليل المعاملات من الربا، المساعدة في تأصيل وغرس القيم والمسر والأخلاق الإسلامية، المساهمة في تحقيق التنمية الاجتماعية والاقتصادية للأمة، المساهمة في تحرير البلاد الإسلامية من الصمام. طبعا يعتبر المصرف الإسلامي أحد المؤسسات المالية الإسلامية، نعم. ضرورة وجود هيئة للرقابة الشرعية. هيئة الرقابة الشرعية شباب، البنوك كلها تخضع لمؤسسة النقد أو البنك المركزي في كل الدول، زائد الجمعية العمومية للمساهمين، ما عدا البنوك الإسلامية فتخضع لثلاث حاجات، تخضع لمؤسسة النقد وتخضع للجمعية العمومية وتخضع لهيئة للرقابة الشرعية. إيه مهمة هيئة الرقابة الشرعية؟ أن تدقق في أي استثمار أو أي نشاط يزاوله البنك، هل هو يلتزم بالشريعة ويطبق الشريعة أو لا، ماشي، مدى تطبيقه للشريعة والالتزام بالشريعة في كل نشاط. ولذلك تلاقي البنوك الإسلامية بتتعرض أو بيشرف عليها ثلاث جهات، منهم هيئة الرقابة الشرعية، وهذه لا توجد إلا في البنوك الإسلامية. طبعا مصطلحين حلوين خالص، هم كابيتال اكاونت واسلامك بنك، اعتقد ممكن تقولوهم انتم حضره. يلا شباب، كابيتال اكاونت يعني، كابيتال اكاونت يعني، يلا شباب، 26 دارس من خريجي كابيتال اكاونت يعني، كابيتال اكاونت شباب يعني راس المال، تمام، هو حساب راس المال. اسلامك بنك واضحه، اسلامك بنك يعني البنك الاسلامي. طيب 46، اخلي الاسئله اخليها المحاضره القادمه، ماشي يا شباب. طيب شو
دكتور راح نقرأ المقرر بس أثناء المذاكرة الفعلية للاختبار، نركز على المقرر والسلايدات نزلت أنا ما أسمع. يا أختي الكريمة، يا أخي الكريم، السلايدات والمقرر هم واحدة واحدة، لا جديد لا جديد لا فرق بينهم. اللي موجود هنا موجود هنا. لو عايز نقفل السلايدات ونشتغل على المقرر الكتاب ما فيش مشكلة، عشان ما يبقاش فيه أي تضارب أو أي حاجة تكون موجودة هنا موجودة هنا. السلايدات هي الكتاب، نمشي على الكتاب ونريح نفسنا ما فيش مشكلة، تمام؟ ممكن نمشي على الكتاب يا شباب، بس هي كل القصة بس إن السلايدات فيها إيه؟ المقرر مفصل أكثر، سلايدات أريا. اللي في الكتاب هو اللي في السلايدات، انتوا مش واخدين، هو اللي موجود هنا هو اللي موجود هنا، تمام؟ لما هندخل على التمارين أكيد هندخل على الكتاب، لما هندخل على التمارين هندخل على الكتاب طبعا، لأنه ممكن التمرين ما ينفعش حله هنا، بس فيش مشكلة، هو السلايدات هي الكتاب، فيش مشكلة، وأنا معكم في هذا أو ذاك، لا فرق بين هذا أو ذاك، ماشي؟ شكرا لكم الأخوة الكرام، بارك الله فيكم، كنا معكم في المحاسبة في المؤسسات المالية الإسلامية، نلتقي معكم المحاضرة القادمة في أسئلة المحاضرة الثانية، وإن شاء الله بإذن الله نلتزم سواء بالمحاضرات سلايد أو الكتاب كلاهما واضح. شكرا لكم، جزاكم الله خير، ألتقي معكم المحاضرة القادمة، أترككم في رعاية الله وحفظه، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.